من ناحية أخرى شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أحد ولن تقبل إلا بحل الدولتين. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل الدولتين. النقطة المهمة اللي إحنا عايزين نؤكد عليها واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها. دي رساله لازم تبقى واضحه للعالم كله. هذه القضيه مره اخرى لن تحل الا بالحل اللي اقره العالم كله وهو حل الدولتين. هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقه. اي حلول اخرى سينتج عنها مهما كانت محاولة فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة مستمر.